قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار.